بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنبدأ بإذن الله تعالى في الدرس العاشر، وهو الدرس الأخير في سلسلة الدروس الرمضانية الخاصة بالأدوبي أفتر إفكتس خلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بإذن الله تعالى بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. موضوع درسنا النهاردة بإذن الله تعالى هيدور حول كيفية إخراج الأعمال اللي تم تنفيذها على برنامج زي 3D Studio Max بطريقة أحافظ بيها على الكواليتي الخاص بالأعمال ديت وعلى الفريم ريت بتاعي لو الأعمال ديت فيها أنيميشن أو حركة. إزاي أقدر أخرج المشروع بتاعي بشكل يضمن لي أو يحقق لي فعلا المحافظة على الكواليتي والمحافظة على الفريم ريت لو كان فيه أنيميشن، وإزاي أقدر أستورده على الأدوبي أفتر إفكتس عشان أقدر أكمل بقية المشروع بتاعي داخل البرنامج. وكان الباشمهندس عطية أضاف رد للسؤال من أحد الأعضاء في السؤال رقم 23 في أنت تسأل ورباط تجيب، وشرح فيه بالتفصيل الطريقة اللي ممكن أخرج بيها الشغل بتاعي من 3D Studio Max بطريقة وبأسلوب محترف جدا، بحيث أن أقدر وأنا داخل الأدوبي أفتر إفكت أقدر أفصل كل أوبجكت في السين اللي أنا خرجته من الماكس على لير لوحده. دي طريقة احترافية جدا 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 تمكننا أن احنا نقدر نشتغل على أوبجكت لوحديها وهي في نفس السين، بحيث أن ما أثرش على بقية الأوبجكت الموجودة في نفس السين دوت. إذن لو أنا عندي سين فيه مثلا 4 أو 5 أوبجكت أقدر أخرجهم بطريقة الـ RLA اللي اتكلم عنها باستفاضة الباشمهندس عطية في الدرس رقم 23 في أنت تسأل والرباط تجيب. أقدر باستعمالي للإكستنشن الـ RLA من داخل 3D Studio Max أقدر وأنا بعمل إمبورتنج أو بعد ما أعمل إمبورتنج على الأدوبي أفتر إفكتس إني أقدر أسحب لايرز، كل لاير عندي يقدر إن هو يحتوي على أوبجكت معين عن طريق إن أنا بديله تعريف أو ID للأوبجكت أو ID للخامات أو ID ماتيريالز يعني للخامات بتاعته. فبالتالي أقدر إني أفتح الأوبجكت بتاعي بأكتر من لاير، كل لاير فيه أفتح السين بتاعي بأكتر من لاير، كل لاير بيحتوي على اوبجكت، فمهما تشتغل على اللاير دوت هو مش هيأثر بالافكتات ولا بالاسلوب اللي بتتعامل معاه مع اللاير دوت على بقيه اللايرز اللي هي تعتبر بقيه الاوبجكتس اللي موجوده في نفس السين الخارج من الماكس. لكن احنا النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن طريقه بسيطه بتخلينا نقدر نخرج الشغل بتاعنا من 3D Studio Max واحنا في نفس الوقت بنحافظ على الكواليتي الخاصه بالعمل وعلى الفريم ريت الخاص بالعمل لو كان في انيميشن، وكمان اقدر احافظ على الالفا شانل اللي عندي عشان اقدر اشتغل على الاوبجكتس عندي بطريقه سلسه واحترافيه فعلا، بحيث اني ما اثرش على الفلات ايمج كلها، لا بختار الاوبجكت اللي انا عايزه او السين اللي انا عايزه ببدا افرغ منه الالفا شانل زي ما هنشوف كمان شويه، وابدا اكمل شغلي بشكل احترافي على الادوبي افتر افكتس. لكن لو عندك مشروع وعايز انك تتعامل مع المشروع من داخل 3D Studio Max، عايز تخرجه بحيث انك تتعامل عليه على تتعامل معاه على الادوبي افتر افكتس بحيث انك تبدا تنزل مجموعه من الافكتس او تستعمل طرق معينه على اجزاء من المشروع، يعني اوبجكتس معينه من السين واوبجكتس ثانيه لا، بيفضل انك تستعمل الطريقه اللي شرحها الباشمهندس عطيه وهي الخاصه باخراج الاعمال بالاكستنشن الخاص بالار ال اي من 3D Studio Max بعد اعطاء الاوبجكتس الاي ديز الخاصه بالاوبجكت او بالماتيريالز من 3D Studio Max، وبعد كده تفصلها على الافتر افكتس. لكن لو عندك عمل هتخرجه على هتخرجه من 3D Studio Max وتعمل له امبورتنج على الادوبي افتر افكتس، والعمل انت تعمل معاه كله كل الاوبجكتس تستعمل معاها بشكل واحد، فبنحتاج ان احنا نتبع الطريقه الثانيه اللي هنتكلم عنها او هنذكرها في درسنا النهارده. فلو اتحركنا او توجهنا الى 3D Studio Max، انا عملت سامبلز بسيطه جدا داخل 3D Studio Max وهي عباره عن اللوجو الخاص بمركز الرباط بيتحرك بيعمل حركه بسيطه جدا داخل السين عندي في 3D Studio Max. بعد ما بتخلص شغلك في الماكس من موديلنج من انيميشن من ماتيريالز من لايتنج، كل حاجه بتخلصها في 3D Studio Max وبتحدد خلاص وضعيه الريندر اللي انت عايز تخرجها. نبدا ندخل على الريندر سيت اب بتاعنا، هنحدد الاكتف تايم لو انا عايز اخرج انيميشن عندي، ادي اول حاجه بحدد الاكتف تايم سيجمنت لو انا عايز اخرج انيميشن، ببدا اتحرك او اروح للاوتبوت سايز، ولو انا طبعا بشتغل بال نفس طبعا الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الدروس الاولى الخاصه بالادوبي افتر افكتس، نفس الكونسبتس الخاص بالفيديو ككواليتي وكفريم ريت. فلو انا بشتغل بال بحط عندي الريزوليوشن الخاص بالبال اللي هو 720 في 576 وهو بيظبط على طول الاسبكت ريشيو بتاعه.
بنزل على الريندر اوت بوت وبدخل على السيف فايل او بدوس على فايل، بروح للمكان اللي انا عايز اعمل فيه ريكوردنج او اسجل فيه الفايلز اللي هتطلع عندي من الريندر دوت، بحدد المكان، بعمل فولدر، بحدد اسم الفايل عندي، وببدا اروح للتايب الخاص اللي انا عايز اخرجه، فبختار طبعا التارجه سيكونس اللي بتطلع لي مجموعه من الفايلات المتتاليه اللي ممكن اعرضها في برنامج زي الادوبي افتر افكس على شكل انيميشن، وهي في نفس الوقت بتحافظ لي على ثلاث حاجات: اولا الكواليتي الخاصه بالعمل الخارج من 3 دي ستوديو ماكس، ثانيا بتحافظ لي على الفريم ريت. طبعا الفريم ريت دي حاجه ملهاش علاقه باللي هنعمله دلوقتي، هو المهم عندي حاجتين مهمين جدا هما الكواليتي والالفا شانل، لكن الفريم ريت انت كده كده بتظبطه طبعا في البرنامج الكومبوزيت اللي انت بتشتغل او برنامج الكومبوزيشنز اللي انت بتشتغل عليه زي الادوبي افتر افكتس. معنا هنختار معانا التارجت سيكونس، ومن السيت اب بتاعي لازم اخلي بالي من الموضوع الخاص بالالفا، هل انا عايز افصل الالفا عندي اعملها سبليت، افصلها على فايلز تانية اقدر ان انا اسحبها كده على الادوبي افتر افكتس استعملها بشكل مختلف، او هل انا عايزها بري مالتيبلايد الفا يعني تبقى جوه الفايل وانا هفصلها من الفايل دوت نفسه، يعني كل فايل جواه البري مالتيبلايد الفا الخاصه بتاعته. وانا داخل على الادوبي افتر افكتس زي ما هنشوف كمان شويه ان شاء الله رب العالمين، هتقدر ان انت تفصل الالفا تشانل ديت من الفايل دوت. هنقول له اوكي ونبدا نقول له سيف، فهيبدا يعمل لك كل فريم في فايل بنفس عدد الفريمز اللي انت مجهزه في المشهد بتاعك. بعد ما بتخلص عمليه الريندر ديت بتبدا تتحرك او نتوجه للادوبي افتر افكتس، ونيجي في الفايل امبورت فايل، او طبعا زي ما اتفقنا نعمل دبل كليك داخل البانل الخاصه بالبروجكت، ونروح على المكان اللي احنا حددناه واحنا بنخرج الشغل بتاعنا من 3 دي ستوديو ماكس. هنبدا نمسك اول فايل فقط وننزل تحت نتاكد من علامه التشيك اللي موجوده بالتارجت سيكونس علشان يقدر ياخد لك مجموعه الفايلز ديت على انها فريمز في في حركه او في فيديو مستقل بنسميه سيكونشال فايل، يقدر ان هو يفهم ان الفايل اللي انت بتختاره دوت هو عباره عن اول فريم او يعتبر عن يعتبر فريم في انيميشن كامله او قطع او سيجمنت خاصه بانيميشن معموله بسيكونشال فايل بالاكستنشن التي جي اي. اول ما بنقول له اوبن احنا طبعا اوريدي عارفين ان احنا مطلعين الالفا شانل عندي، طبعا لازم يسالك السؤال دوت طالما ان انت بتعمل له امبورت لفايل باكستنشن تي جي اي، لان هو اوريدي بيطلع ومعاه التوصيف الخاص بالالفا شانل. احنا طبعا عارفين ان احنا مطلعين شغلنا بطريقه البري مالتيبلايد ميتد الفا شانل، وعارفين طبعا اللون اللي احنا كنا شغالين بيه في الخلفيه في 3 دي ستوديو ماكس هو اسود، او ممكن بتدوس له على الجس وهو بيختار لك الطريقه المناسبه اللي يفصل بيها الالفا شانل اللي نازله مع الفايل اللي انت بتعمله امبورت دلوقتي. اول ما بنقول له اوكي هيظهر عندك هنا السيكونشال فايل، بنسحبه بمنتهى البساطه على التايم لاين، هتلاقي عندك طبعا هنا باستعراضك او بعمل بريفيو سريعه للعمل، هتلاقي ان العمل زي ما انت كنت مجهز له في ال 3 دي ستوديو ماكس، هتلاقيه ان هو ظاهر عندك على الادوبي افتر افكت بالظبط، طبعا بالمحافظه على الكواليتي. لو احنا خلينا الكواليتي عندي هنا 100% هتلاقي ان عندك الكواليتي مظبوطه تمام، مفيش فيها اي مشاكل. الالفا شانل عايز اعمل تشيك عليها، فباجي هنا للمنطقه الخاصه بالترانسبيرنسي، مجرد ما بتعمل عليها كليك هتعرف ان الخلفيه الخاصه باللوجو دوت هي خلفيه شفافه، تقدر انت تحط تحتيه اي خلفيات زي ما انت عايز، تقدر تبني الكومبوزيت الخاص بيك زي ما انت عايز، وعندك اوريدي الحركه اللي انت مخرجها من 3 دي ستوديو ماكس مظبوطه ما فيش فيها اي مشاكل. طبعا تقدر هنا تضيف افكتس، يعني ممكن تيجي هنا في الافكتس مثلا وتقول له مثلا انا عايز اعمل يعني مثلا ممكن عايز اعمل جلو، فيبدا يضيف لك الايه الجلو او الاشعاع البسيط اللي حوالين الكتابه. طبعا لو انت طفيت ديت هتلاقي عندك الدنيا واضحه بشكل مختلف. طبعا شوف هنا الافكت لما تطفيه بيبان لك التاثير، وبنفس التكنيكس دوت تقدر ان انت تعمل اكسبورتنج من 3 دي ستوديو ماكس او تعمل ريندر من 3 دي ستوديو ماكس باستعمالك الاكستنشن الخاص بالتي جي اي، في حاله انك هتبدا تتعامل مع السين بالاوبجكتس اللي فيها على انه حاجه واحده، بحيث انك لما تيجي تنزله على الادوبي افتر افكتس تقدر انك تشتغل على فلاته واحده او على لاير واحد، كل الافكتات او كل الاساليب اللي تستعملها على اللاير دوت هتنزل على نفس الاوبجكتس اللي موجوده في السين دوت. وعرفنا ازاي نقدر نكشف عن الالفا شانل الخاصه عندي، ازاي ان اقدر اظبطها وانا طالع من 3 دي ستوديو ماكس وانا بعمل كمان امبورتنج على الادوبي افتر افكتس. لو انا حبيت ان اخرج العمل بتاعي دوت، وده كان سؤال احد الاعضاء في
في السلسلة الرمضانية الخاصة بالأدوبي أفتر إفكتس لو أنا عايز أطلع الشغل بتاعي دوت بريزوليوشن كويسة. الحقيقة ده موضوع كبير جدا محتاجين نتكلم فيه عن أنواع الكودكس وإزاي نقدر أظبطها أو إزاي نقدر أظبطها في الجهاز بتاعي، وإيه هي الكروت الخاصة اللي راكبة عندي في الجهاز، كروت الفيديو مثلا اللي راكبة عندي، إيه الكودكس اللي نازلة معاها. ده موضوع طبعا كبير، لكن أنا بنصح الجميع بإنه لو عايز يطلع الشغل بتاعه بريزوليوشن كويس، ريزوليوشن إلى حد ما عالي، يقدر يطلعه بالكويك تايم، إلا إذا كان عنده كارت شاشة معين أو سوري كارت فيديو معين بيسبورت مجموعة من الكودكس اللي بتنزل معاه، بحيث إنه يقدر يطلع الشغل بتاعه هاي ريس جدا، قابل إنه يتعمله برودكاست على طول مباشرة باستعمال الكودكس اللي بتبقى نازلة مع الكارت الفيديو أو كارت المونتاج اللي مركبه عنده طبعا في الجهاز، وبيقدر إنه يستغل الكودكس اللي نازلة معاه عشان يقدر يخرج الفايل بتاعه بشكل احترافي. عادة بندخل في الكومبوزيشن وندخل على اد ريندر كيو، ومن الاد ريندر كيو بندخل طبعا انا عندي هنا مجموعه من السيتنجز كتيره، يعني مجموعه كبيره جدا من السيتنجز. احنا هنقول بس ان انا لو دخلت في الاوت بوت موديولز بتاعي ودخلت في الفورمات اوبشنز اقدر ان انا اختار الكودكس اللي انا عايزه من هنا زي ما انا عايز. طبعا لو انا اوريدي مختار ان الاسلوب بتاعي هو فيديو فور ويندوز، لكن لو اخترت اي نوع تاني من انواع الفورماتنج كل نوع هيبقى ليه مجموعه من الاوبشنز او مجموعه من الكودز اللي بتشتغل معاه. احنا ممكن نروح لو انا اوريدي عندي كويك تايم على الجهاز اروح على الكويك تايم موفي، اظبط عندي الكواليتي على انها بيست، اظبط معايا الفريم بير سكند اللي انا شغال بيه في المود اللي انا شغال بيه، طبعا هو انيميشن. الديبث بتاعي عندي كلر بلس، طبعا دوت ديبثنج عالي بالنسبه للكلر، وبقول له اوكي. لو عندي صوت بعمل تشيك، لو ما عنديش صوت بشيله زي ما انا عايز في المشروع بتاعي، بعد كده بقول له اوكي وباجي هنا في المكان دوت اقول له اللوكيشن الخاص بي اللي عايز احفظ فيه الفايل اللي انا عايز اعمل له ريندر في الاخر، وبدي له الاسم بتاعه، بعد كده بعمل سيف وبروح على ريندر، بضغط ريندر بيبدا يعمل لي ريندر للسيجمنت اللي احنا حددناها من الكومبوزيشن عندي في التايم لاين. وخلي بالك من نقطة مهمة انه بيعمل ريندر للجزء اللي متحدد بالان، هو المكان اللي انا بختاره او بحركه دوت، ده الجزء اللي هو ان ودوت الجزء اللي هو اوت. المكان اللي ما بين الان والاوت هو دوت طبعا اللي انت هتطلعه از ديفولت في الريندر بتاعك، لكن تقدر طبعا وانا عامل الشكل دوت اقدر اقول له لا طلع لي الكومبوزيشن كلها او الكومبوزيت كله بصرف النظر عن الان والاوت. لكن عاده احنا بنخلي الان والاوت في الكومبوزيشن مظبوط معاها، او لو احنا عايزين نعمل ريندر لاجزاء معينه فانا بصغر عندي الان والاوت الخاصين بالوركينج اريا، وهي ديت اللي هتطلع عندي في الريندر. وكمان لو عايز تشوف مكانها هتقدر انك تشوف مكانها في ريندرينج سيتنجز، تلاقي عندك هنا بيسألك الورك اريا اونلي، التايم سبان اللي هو هيخرجه هو الورك اريا اونلي، ولا انت عايز تقول له اللينث الخاص بالكومب كله انت عايز دوت. فهو الديفولت بتاعك ان هو بيطلع بالورك اريا اونلي، فانت بتحدد طبعا الان والاوت بتاعك الاول قبل ما تبدأ تعمل ريندر وتخرج الايه الفايل بتاعك. بكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، ونكون وصلنا إلى نهاية السلسلة الرمضانية الخاصة بالأدوبي أفتر إفكتس خلال شهر رمضان المبارك.